سيدتي اني سيتي سيدتي ندخل على بركه الله صيف سناء ونحن مش في سيزون تاع تبحير وجو تفرهيد. صيف سناء هو موسم السلالات بامتياز. نحن كتوانسه معروفين قوموا بالواجب ومضيافين ونفرحوا بالبراني. جات السلاله البريطانيه وفرحنا بها، جات السلاله البرازيليه والجنوب الافريقيه وكيف كيف فرحنا بهم. الكلها ما قصرتش، دارت تونس وما خليهم عملوا خمجوها اصلا. بعد هذا من الكل قمرت الصيف وهدت علينا السلاله الهنديه. لا استدعيناها لا عيطنا لها، زاد جات وكملت على ما بينا. اما تعرفوا يا جماعه وقت اللي نحن الكل لاهين في السلالات اللي جايه من برا، فما سلاله في تونس كبرت وعملت راس وخلت لنا بيتنا. انها السلاله المشيشيه يا صديقي. انا متاكد اللي انت ما تعرفيهاش، على ذاك برا جيب شربك ويجا خلينا نحكيو فيها. باهي، قبل ما نحكي لكم على السلاله المحليه الصنع ذي، نحبكم تعرفوا وان الكورينا راهي ديما تتحور وتخلق سلالات جديده. في تو في العالم الكورينا عامله 4000 سلاله، اما مش الكل مختارين. المهم في 1 سبتمبر 2020 والعالم الكل لاهي في روحه، فما سلاله تعديت على البرلمان وخذت الثقه. السلاله هذه كانت وزير داخليه، والسبب حتى واحد ما يعرفه وليت رئيس حكومه. ريت الطفره هذه ولا الميوتاسيون كيف ما قالوا العلماء باش توري توانسه الشعر. السلاله هذه انا سميتها بعد بحث كبير السلالة المشيشية، اللي تطورت مع الزمن باش تقاوم كل التلاقيح الاحتجاجات والضغط وكل شيء. حتى هي سلالة عندها زنس حزام سياسي تتك عليه ما يفدلكش. ساعة خلينا نبداوها من الاول ونحن جايين. نعرفوا انه السياسة في تونس كعور ودزل اللعور والمبادئ يسمعوا بها سمعة. اما المشيشي ذي طعم ما يفدلكش. في ليلة اللي خذيت الثقة مع عند البرلمان غدر الرئيس وتقلب عليه. ومن وقتها هما كوني ناكلك وقعدنا نحن فراجية في الوسط. هي رسول الله حتى في وسط الكورونا يتعاركوا، انا عملت لا انا عملت، انت جبت لا انا جبت. السلالة المشيشية ذي طلعت جيبة بالقدا، هي جات وجات معاها الكورونا والموجة الجديدة. والحقيقة التوانسة ما كانوش محضرين رواحهم لها، خاصة وإنه خلطنا لسفر حالة وفي بيننا خرجنا منها سلامات. ليه تبارك الله سلالة المشيشية ذي وجهها مبروك على الأخ. وبما إنه سلالة المشيشية ذي كانت شادة وزارة الداخلية ومتشبعة بالعقلية الأمنية بالكدي بالكدي، أول إجراءات عملتها هي سكر المدن وكفروا فيه، ما تحركش ما تعمل حتى شيء في عوض ما يجيب الأكسجين وعبيه سبيطارات بالفروشات. ريتوا يا جماعة العالم الكل يحارب الكورونا بالطب ونحن نحاربوها بالبوليسية. من بين خصائص السلالة هذه هي الكذب والتبلعيت. مانيش نتبلى راني، اما تفكروا معايا يا اخي، مش حكومه المشيشي خرجت لنا في اخر 2020 وقالت لنا نحن باش نكونوا من اول الدول اللي باش تاخذ تلقيح؟ صار الحديث هذا؟ بالطبيعه ما صارش. احنا كتوانسه بالطبيعه كذبنا ونسينا وكنا دوبا ما يبدا فما مس اكيد تو يجيبونا. عاودوا خرجونا في جانفي وقالوا ماكسيموم فيفري ونجيبوا لكم. كلمه باهيش وملا كلمه طلعت. فيفري قريب لزدناه ايامات والتلقيح ما جاش. هكا هو عاد ما جانا تلقيح كان في اخر مارس. اونترتون السلاله المشيشيه عملت فينا اللي ما يتعملش. في اول جانفي السلاله المشيشيه تنحي وزير الداخليه وترجع تشد هي. ما كفتوش رئيس الحكومه، كمل خذ الداخليه. وتحسها صارت قاعده ما بين المشيشي نتاع الداخليه والمشيشي نتاع رئيس الحكومه وتفاهم. واحد يقتلنا بالكورونا وواحد يقتلنا بالبوليسيه، واللي طيح اكثر عباد يربح. وقتها صارت طفره اخرى في السلاله المشيشيه اللي خليتها تلبس باللكحل وتجبد المطرات. وفي شهر جانفي توقفوا اكثر من 1500 تونسي هبطوا يحتجوا على العيشة المكربة والهم والظلم والفقر. بالطبيعة ما نوقفوهم شكاهاو، اهو كان عذبوهم ونكلوا بهم، واللي مات نرشموه في الكرن. قلت لكم راهي سلالة قاتلة ومجرمة. من خصائص الاخرى للسلالة هذه هي صحة الرقعة. شنو يعمل المشيشي بعد ما صار هذا كل؟ استقال؟ ليه؟ اعتذر؟ ما هقى؟ عمل تحقيق؟ الناين بالعكس مشى قعد مع النقابات الأمنية وعدهم بزيادات، قالهم سامحوني على اللي صار. سلالة واطية بالرسمي أمور رخص ما عندوش يمر حامين. دوبا من جهة تلقيح اللي تواسى كل يستناو فيه واللي كان ينجم يمنع عباد قعدوا يستناو في دورهم حسب أولويات وزارة الصحة. السلالة المشيشية صحيحة الرقعة تسرق تلقيح وتعديها لجماعتها في الإدارات والأصحاب والأحباب. مثلا مدير عام في وزارة معينة قاعد في بيرو جو بها ما يتحركش، لقح ومرو مريقلة. والأولويات يا مدير، الأولويات عليكم مش علينا. ليه وكيفاحت الحكاية خرجوا يكذبوا يتبرعوا وقال لك نحن أولوية
نوصل مستمرية الدولة بيش كيف ما قال خونا تقشيرة والفيسد فيسد ما تحكيليش فيسد فيسد والله هي تقشيرة جبتها صحيحة السلالة اللي مشي شيء فاسدة وما تحب كل اللي عنده الحب مثلا في مايو الحكومة خرجت إجراءات الضحك على الأخر منها تسكير الأسواق الأسبوعية وحلل الفضائيات التجارية أواخي يا أخي شكون اللي مسكر وشكون اللي محلول تو سامبلومون المشيشي ما يحبش يغشش أصحابه واللوبيات اللي تحكموا معاه وباش يعمل هكاك عادي يقنعكم وإنه الفضائيات التجارية ما تمرضش بالكورونا في أكثر من هكاك بعد الإجراءات هذيا خرجت الناطقة الرسمية باسم الحكومة قالت يا أخي إيش بيكم تنبروا وشي الحديث على خدمة مصالح رجال الأعمال هذيا يا أخي كيف ما تعرفوا المفروض وإنه الزويلي عنده أسهم في المساحات التجارية هذيا لا والله هدرت أبارامون طلعت لها سخانة من سلالة مشي شيء ومن آخر الخصائص نتاع السلالة هذيا بعد برشا بحث وتدقيق وتمحيص هي البهامة صدقوني ماريتش عباد تحكم في البلاد بالبهامة هذه مثلا يلم اللجنة العلمية اللي نورمالمون يسمع كلامها ويخرج قرارات اما هو بعد يسمعها ويمشي يعمل كيف ما يقول له مخه في 14 جرف يخرج وقلنا ان احنا باش نعملوا حجر صحي شامل 3 ايام باش نجموا نقصوا من الكورونا ومنيتي نعرف منين جاب هالمعلومة ذي 3 ايام تنجم توقف الفيروس ليه والله ما فاتش غادي راهي الحكاية خرج لنا قبل العيد بنهارين وقال لك حجر صحي شامل وحتى حد ما يتحرك هو قال كلمتين هذم وعينك ما تشوف الا النور الكياساتك اللي تبعضها واللواجه تعبيت والمحطات كيف كيف ليه يهبلك بهامرة كيف ما تعرفوا فانه كل فيروس لازم بيئة ملائمة وارضية زادة باش يتكاثر اكثر كيف ما تعرفوا فانه كل فيروس لازم بيئة ملائمة باش ينجم يتكاثر اكثر السلالة ماشي شيء القات في ادارتنا المخربة والخايخة ارضية هائلة واللي زاد قوة في السلالة ماشي شيء هو الحزام السياسي اللي متكون من سلالات فتاكة في الاخر حبيت نشارككم البحث العلمي اللي عندنا برشا نخدم فيه باش نوريكم السلالة المشي شيء اللي تنجم تقتلك بالفيروس ولا بالمطراك سلالة كيفاكا ما تنجمش تحكم بلاد وتقدم بها وما تنجم كانت تبركها وتقتل شعبها على ذلك نقولكم ما تعملوش على السلالة ذي وعملوا على رويحكم قيدوا في التلقيح لمن استطاع إليه سبيلا وردوا بالكم على رويحكم ديما إلبسوا الماسك وعقموا إيديكم وربي خرجنا منها سلامات وكان عجبتك الإبيزود ما تنساش تعمل جيم ابوني وكومنتير وبارتاجيه مع اصحابك وهذا الانستغرام تاعي الانستغرام تاع نويد وانا نشوفكم في الحلقه الجايه باي باي